حاليا ما بقاش يعني مضايقات بالنسبه للافراد، باش ما نقولوش طائفه، الافراد سواء اللي كيعنوا انتمائهم للمذهب الشيعي في المغرب، ما بقاش يعني مضايقات مقارنه يعني من هذه واحده اربع او هو خمس شوف، سنوات. هو شوف، لانه طالما انت ما بتقوم بشيء اللي بيعكر صفو الوضع وكذا، فلا اعتقد في شيء، يعني انا لا ارى شيئا من هذا القبيل. ولكن رجوعا، يبدي رجع لك لقضيه الحسين مثلا او قضيه عاشوراء، انا في نظري مثلا، انا شخصيا يعني في مراسم اكثر من كربلاء عندي في القلب ديالي دابا، شو لا يحيي ذلك، من سيمنعني من ان احزن؟ لان الجوهر في الموضوع، الجوهر هذه هي اعراض، هي عوارض ثقافيه وكذا، ولكن من سيمنعك من ان تحزن؟ من سيمنعك من ان تتذكر؟ لان هذه قضيه مرتبطه بالضمير. فهؤلاء كثير يبحثون اين يوجدون، اين يوجدون. هناك احتفال ضخم موجود في القلب. أعتقد أن الأصل في الموضوع هو أنها مناسبة، أنت تعرف المناسبة وملابساتها وكذا، فهي مناسبة لتذكر. ويعني إذا هذا الحزن، ما هو الفرق بين هذا الحزن الذي يتمثله شخص يؤمن بالقضية الحسين مثلا، وبين شريحة وطبقة كبيرة من المجتمع المغربي اللي المناسبة عندهم حزن تاريخي؟ كيف؟ نعم. إلا أنه إن الفرق الفرق بينه هو أنه بعض المناطق في المغرب تحزن، يعني هذا جزء من الثقافة المغربية في عاشوراء، هو الحزن، هي تحزن، ولكن لأن الظاهرة تحولت إلى منطقة اللاوعي، يعني يحزنون ولكن ما عارفينش كيف وشو ليش والقصة الكاملة. وهناك من يحزن عن وعي، عارف السالفة شو هي، عارف الحكاية، هذا هو الفرق. راه ما جابوش في حاجة جديدة، وهذا الذي أسميه التشيع العميق في المغرب، بعيد عن التمثلات اللي هي قد تأتي من هنا أو هناك. للمغرب تقاليده أيضا، عنده تقاليد في الحزن وجذور عميقة جدا جدا، ولذلك هذه غير قابلة للاستعمال، هذه عندها علاقة بالقناعات، وهي لا تؤذي أحد ولا تغير حتى في المزاج المغربي طالما فيه جزء من التراث المغربي أو الثقافة المغربية لديها في هذا اليوم، أو عند بالنسبة إلى هذا اليوم يوم حزن وليس يوم فرح. وهذا هو شأن المجتمعات فيما يتعلق بالاحتفالات. بالفعل هي تقوم على أنه لازم يكون هناك وضع اجتماعي، لأن لما نقول طقوس أو شيء معناته أنه صار وضع اجتماعي كامل، كما لأنه هذه المراسم تحيا فقط في المناطق اللي فيها بالفعل طائفة أو جالية أو كذا. وهذه الطقوس هي مش مرتبطة بتعاليم، بمجرد واحد ما يكون عنده قناعة بتعاليم معينة أصبح يسوي طقوس. هذه الطقوس يحتاج لها شروط سوسيو ثقافية واجتماعية، يعني تاريخية، بمعنى أن هذه الطقوس هي ما بعد القناعات، يعني هذه عندها علاقة بالسوسيولوجيا الدينية، ما عندهاش علاقة باقتناع. يعني ممكن واحد فرضا اقتنع بشي فكرة معينة، لازم نفرق بين ما هو تعاليم وقناعات وفكر معين وبين الطقوس. الطقوس شرطها اجتماعي، ترى هل في هذا الوضع الاجتماعي؟ أعتقد أنه هذه من الأشياء التي تم إلقاؤها في المشهد ولم يساءل طارحها، يعني المصدر الأول مثلا، ثم بالتدوير المستمر لهذه المعلومة الخاطئة أصبحت كأنها حقيقة. هذه مشكلة تتعلق بالموقف الميديولوجي من هذه الظاهرة. لذلك هذه المسألة نراها مسألة خفيفة جدا، ولكن ما فيش شي حاجة رسمية. لما تنقول مثلا بعض المراسم تحدث، وهي طبيعية أن تحدث في المجتمعات اللي عندها المجتمعات الشيعية سوسيولوجيا وتاريخيا وكذا، وبالتالي هذه أمور تتم، مراسم مثل ما عندنا احنا يا موسم كذا والموسم الفلاني والموسم، هذه عادي جدا، عادة احتفالية. ولكن هنا ما فيش هذه القضية، هذه لا أعتقد أنه من حيث الحقيقة اللي قلت لك، الشرط الاجتماعي والتاريخي لم يكون في كذا، ففيه نوع من، ممكن تكون هناك تمثلات خفيفة للاحتفال في الاحتفالات،
ولكن ما فيش شيء رسمي او ان تجمعات رسميه حقيقيه او كذا من هذه الناحيه. من هذه الناحيه هذا كلام اللي اقوله هو الصحيح. شو قصارى ما سيفعل؟ قصارى ما سيفعل؟ سيطلق كاسيت عزاء، مو هيك؟ يعني ما راحش يكون، لان ديك الطقوس هي جاءت ونشأت وترعرعت ثم اكتملت في عبر يعني واحد المسار سوسيوديني تاريخي. لا يمكن ان نتعاطى مع الظاهرات من هذا النوع بعيدا عن الشرط السوسيولوجي والتاريخي والثقافي. نعم. لذلك لا يمكن ان نتحدث عن الطقس حتى بالمفهوم العلمي. نعم. عن الطقس دون ان تحضر هذه الحقيقه السوسيولوجيه والتاريخيه. لكن ماذا عن المغاربه اللي طبعا من هذه واحد الخمس سنوات يعني هناك واحد مثلا السنه اللي فاتت كانت تقريبا 300 مغربي اللي نزلوا في مطار النجف الاشرف، فيه هنود وفيه اوروبيين وفيه كذا، جاء وحدين مثلا مجموعه رفعت علم مثلا، وكان العالم كامل يعني حضور كوني. انا لو عندي وقت وكذا امشي، شو المشكل؟ يعني هذه مناسبه، لا هذه مناسبه على فكره، هذه مناسبه. وهناك من يروح هناك لان هذا حفل عالمي، لان اللي يحضروا هنا مش عراقيين، راه ياتينا من كل العالم، من امريكا ومن كل الدول الاوروبيه ومن استراليا ومن افريقيا ومن اسيا، يعني ما فيه من كل العالم. فاذا وجد واحد من هناك من المغرب ما راح يغير في المعادله الكونيه شيء، يعني في ناس يتدفقون بالالاف من كل الدول حتى من الخليج. بالتالي هذا يسمى هذا اندماج، هذا واحد راح يشوف هناك راح يحضر في مناسبة، يعني لم يقم مناسبة هون لأن ما فيش شرط. هناك شرط مش فقط خاص محلي، أصبح عالميا، فطبيعي جدا لأن هناك الكلام يتعلق بالملايين.